500 ليرة حق أنبز وبريق للعصفور. هلأ صار لو أكلت القطة شهر بدك تيجي تحاسبني عليه أنت كمان؟ يلا يرحمه، شو يعني حط حسابه علي؟ لك شبكي شبكي مثل الطور بيض أنت؟ علي إيش عم تدوري؟ أمي سلسالي ذهب اللي هداني إياه فرحان مدري وينه؟ وقت إجيتي من الشغل كان معلق برقبتي؟ لا. إيه دوري عليه؟ رح يجننوني يا الأولاد، أنا رح يجننوني رح يسروني. غيره، أعطيني حساب غيره. المحروسة سمر أخذ الشامبو ومسكة. هدول حسابها لحالهم مو من حساب البيت. شو أخذهم عند عمك أبو محمود؟ الكا والشامبو أنا بدفع حقهم. الشامبو ب 48 ورقة والمسكة 10 ليرات. دعي يا بنت ادفعي حق حسابك لحاله، لا تخربطيني. لك لساتك حايصة؟ روحي دوري عليه بدرج الكومودينا. دورت أمي ما لقيت. تفضل عم أبو محمود. يسلموا هديا. بقينا ليرتين، خصمهم من حسابي. تكرمي خانو. الله يغنينا عن الحرام يا بنتي. عم أبو محمود، ممكن تقوم شوي؟ لك بنتي ما لقيت لي الدوري إلا هون. هذا فرحان خطيبة هذه يا سنسان، مشان هيك منهوفة عليه. تفضل أخي أبو محمود، تفضل. ولدي دور. راسي.